الشوي بقى ده ليه طقوسه وليه جو. قول لي بقى انت طقوسك ايه يا فاروق؟ لازم يا جماعه الشوي ده يعني تحضره من اول يوم كده، تاخدوا الحاجه تحطوها في التتبيله بتاعتها وتتحط في الثلاجه، في الثلاجه تشرب وتشرب بقى التتبيله بتاعتها بقى جوه اللحمه. طب قول لنا سر التتبيله. هي يعني انا عارفها شويه بس انا عندي امي اللي بتعمل الكلام ده، بس هي يعني المفروض بصل وبعد كده تحط شويه فلفل كتير اسود، فلفل اسود كتير، لا مفيش طماطم، توم، وتحط ليمون، تعصر ليمون وشويه خل عليها. لا الليمون ما يبقاش حلو في تتبيله شيل شيء ما في ايه ده، الليمون ما بيبقاش، ده الليمون اساس التتبيله، الليمون ده مهم جدا. ويا جماعه بصوا الخل، لا لا الليمون لا بصوا يا جماعه بصل وفلفل اسود. طب اللي عارف التتبيله حلو يقولها لنا احسن برضه، ما ممكن تقولها لنا. السماء السماء ده بالظبط كده، ايه السماء؟ ما اعرفش يعني عن سر الخلطه بتاعت. لا بص هي التتبيله دي اللي هي ايه الطبيعيه جدا وشويه وهي يعني وشويه ميه صغيرين كده عليها فاهمه، تشربها بقى وتحاولي بالسكينه كده في اللحمه نفسها تقعدي ايه تدخليها جواها او بشوكه. والافضل بقى ان انت يعني تحط الخلطه دي او التتبيله دي في الثلاجه يومين ثلاثه، تنسى اللحمه كده يومين ثلاثه. لا يومين ثلاثه هتحدقها قوي، لا 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 ما خلص كده خلاص. احلى فراخ ولحمه لما بتيجي تتشوي على الفحم اللي بتبقى من محفوظه في الثلاجه. العيد العيد بقى، لا لا العيد العيد كل سنه طيب. بتبقى والله يومين ثلاثه بتبقى اللحمه اتشربت تماما، التتبيله بتاخد البصل وتاخد الفلفل والحاجات دي بتبقى جوسي كده وتبقى طريه جدا على الفحم، بتبقى حلوه جدا يا جماعه جدا. جوسي جوسي دي المرحله بتاعت الايه الثلاجه.